صباح الخير والسعادة، والنهاردة هضيف صباح الحياة. صباح الحياة إن شاء الله اللي كلها طاقة إيجابية وأخبار جميلة وإنجاز بنعمله كل يوم في حياتنا بإذن الله بيقربنا من طموحنا وأحلامنا، يعني خطوة بخطوة بس إحنا نسعى والسعي أكيد إن شاء الله هيوصلنا. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم والسيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم، أهلا بكم جميعا وبداية يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، استفتاء جديد ومبروك جديدة نحب نهني أنفسنا. والله العظيم تعبنا من كتر يعني البطولات ومبروك، بس طبعا حاجة أكيد بنتشرف بيها وبتسعدنا وده اللي احنا واخدين عليه دايما. النادي الأهلي أكيد دايما بيشرفنا وإحنا هنا في قناة الأهلي بنكون المنبر اللي منه بنعرض على حضراتكم كل حاجة بتتم. ومعانا النهاردة أخبار كثيرة جدا بتخص النادي الأهلي، يعني أخبار إيجابية جدا خليني أقول لحضراتكم. بس قبل ما نبدأ خليني بس أقول على حاجتين. احنا عايزين كريم اول حاجه ننوه على السوشيال ميديا، الاسبوع اللي فات عرضنا بعض الفيديوهات لحضراتكم، كان في ناس زعلت مننا عشان احنا ما عرضناش الفيديوهات بتاعتها، بس زي ما نوهت انا وكريم يوم الاربعاء احنا لسه مستمرين معاكم لغايه ان شاء الله الاربعاء الجاي ده، هنجمع كل الفيديوهات اللي هتتبعت من النهارده لغايه برده يوم الاربعاء، اللي هو السؤال اللي احنا كنا بنقول عليه او يعني الطلب اللي احنا كنا بنقول لحضراتكم عليه، ابعتوا كده في فيديو ثواني صغيره بتهنوا فيه او بتقولوا فيه كلمه للنادي الاهلي بعد حصوله طبعا على الثلاثيه. اللي انتوا عايزين تقولوه للنادي او اي لاعب طبعا في الفريق ابعتوه، احنا هنجمع زي ما قلت حضراتكم يوم الاربعاء هيتم العرض.